تتكلم على عملية محفوفة بالمخاطر ينبغي أن يتسلح فيها القارئ أو طالب المعنى بالأدوات والآليات اللازمة. إن الممارس لفعل التأويل يشبه ذلك الصائغ أو القناص الذي لا بد له من أن يضع خطة واستراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة المدى تقيه المزالق. التأويل أيضا عملية منظمة لا تخضع للعشوائية، والتأويل درجات، فهناك الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى وتختلف باختلاف الموهبة. فقط أولئك الذين يدمنون أو يديمون فعل التأمل هم الذين يستطيعون القبض على جمرة المعنى. التأمل وسيلة من الوسائل المؤدية إلى التأويل. التأمل أيضا يرتبط بسائر المناهج، فالبنيوية تبحث عن البعد الجمالي، والسيميائيات تسعى إلى القبض على الدلالة التضمينية العميقة، والأسلوبية تطرح السؤال الأهم: لماذا تكرر هذا التعبير، أو لماذا اختار الشاعر هذا التعبير دون غيره. من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام القارئ لينفتح على دلالات لا حد لها على معاني متعددة. يقوم التأويل من ناحية أخرى على الاجتهاد، خاصة إذا ارتبط بالشعر وبظاهرة الغموض خاصة التي أفرض لها المؤلف فصلا أو بابا. فالقراء مراتب ودرجات. الممارس لفعل التأويل فنان شديد الحساسية، يتجاوز الواقع الملحوظ إلى سبر دقائق الأمور وخفاياها. المعاني الخبيئة التي أشار إليها الجرجاني في إصراره وفي دلائله غاية القارئ المعبد الذي لا يقف عند أول دلالة يقبض عليها ولا يرضى بالدلالة الأحادية. التأويل كما أسلفنا رحلة في دروب طويلة ممتدة، وهي أيضا عملية تلقائية، معنى أن الذي يقرأ أو يؤول أو يبحث في المعنى لا يرضى بأن يمسك بالخيط الأول أو الثاني، ولكن أو بأي معنى من المعاني، بل لا بد أن ينتقي هذه المعاني التي ترضيه في النهاية. يزاول الكاتب نشاطه، هذه سأتركها للنهاية. إن الطريقة المؤدية إلى الإمساك على اللحظة التأويلية ليست لاحبة، بل فيها الكثير من المنهرجات والحفر. في هذا السياق يحتاج المؤول إلى صبر وجلد وتأمل. إشكالية الفهم والإفهام تقع في عمق عملية التأويل، وعليها أقام الجاحظ صرح كتابه المعروف: المعنى يظل دائما ملتبسا، لا يسلم نفسه لأي كان، سمته الزئبقية، والنص في العادة لا يسلمك المعنى إلا بعد محاولات قد تطول وقد تقصر حسب مهارة القارئ. وفي الختام، الذي لا يمتلك العدة لا يمكن أن يظفر بصيد تأويلي، يظل ملامسا للسطح لا ينفر إلى العمق. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب متخصص، لكنه قد يصلح مرجعا للقارئ العادي الذي قد يطلع على المعرفة اللسانية، المعرفة اللغوية، النحوية المرتبطة بعلم المعاني، كذلك البلاغية المرتبطة بعلم البيان. ولذلك الكتاب يصبح مرجعا دالا منيرا للمتخصصين ولغير المتخصصين. عنوان الكتاب: المعنى المتعدد، هذا عنوان رئيسي، ثم بحث في مراتب لمس الخطاب فرعي. يقوم على التناسب بين الجزء الرئيسي الذي يستنفر طاقة المتلقي ليضع أفق انتظار، والجزء الفرعي الذي يجلي سحابة الغموض والسؤال التي ارتسمت أول مرة. هو عنوان يحسن السكوت عليه، وهذا لا يعني
أنه عنوان لا يفتح أفق القارئ على الأسئلة. المعنى المتعدد.